كيف أحدد مصدر الصوت الذي أتحدث به؟ إن كان يخرج من الرأس أو الوسط أو الصدر، لأني شاب تجاوزت 30 لكني أعاني من صوت أنثوي سبب لي عقدة وعزلة عن المجتمع وتجنب الوظائف التي تتطلب تواصل لفظي، ودائما ما أتعرض لمضايقات من متنمرين أو متحرشين لظنهم بأنني شاذ جنسيا وأتصنع هذه النبرة. لا أعرف إن كان هذا هو صوتي الطبيعي أو أنني تعودت على التحدث بصوت الرأس. الرجاء تخصيص حلقة عن كيفية إخراج الصوت الطبيعي في التحدث. الموضوع ده هام جدا، وأوعدك إن شاء الله أننا هنخصص له حلقة لوحده، لأن مش هينفع إجابته في فيديو واحد. لكن أحب ألفت انتباهك لشيء، الذي يقرر إن كان صوتك سليما أو لا اذهب إلى طبيب تخاطب أو أخصائي تخاطب أو أخصائي أنف وأذن وحنجرة لكي يرى هل الأحبال الصوتية تعمل بكفاءة أم لا. إن كانت تعمل بكفاءة سيطلب منك تحاليل الهرمونات. إن كانت التحاليل الهرمونية سليمة ستتوجه لأخصائي تخاطب لكي يعمل معك جلسات على إخراج الصوت من الطبقات الغليظة الرجالية. اتفقنا؟ بسيطة إن شاء الله، ما تشيلش أهم حاجة وبإذن الله هتتحل، لكن اذهب لمتخصص. طالما المشكلة معك كبيرة اذهب لمتخصص.